صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته صلى الله وسلم عليه وإلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين صلى الله وسلم عليهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة جميع شيخنا وشيخ من شيخ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتلو ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Selanjutnya antara